أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أعمال عظام نستسهلها ونستصغرها، وكم فيها من الخيرات، وكم فيها من أبواب الهدايات. نعم أيها الإخوة الكرام، تحضرني قصة عجيبة. في قديم من الزمن، وعند مقتبل عمري، وكنت شابا، وكنت إمام المسجد في الصومال، عندنا هناك في الصومال، كنت أسكن أو كان بيتي وبين المسجد خطوات، ربما 10 خطوات. كنت أسكن بيتا وإلى جنبي بيت آخر. جاري هذا ما كان يصلي ولا كان يأتي إلى المسجد سنوات، وهو يسكن هناك، ولم يكن في بيته عائلة، وإنما كان يزوره من مثله على شاكلته من أهل العصيان والفجور والفسوق. العجيب أيها الإخوة الكرام، أن جماعة من أهل الدعوة جاءوا إلى المسجد ونزلوا عندنا في مسجدنا، وفي المساء بدأوا بالزيارات على أهل المنطقة، فمروا على جاري وأنا لست معهم، طرقوا الباب ففتح لهم وسألهم: ما الذي أتى بكم؟ وهذه الجماعة كانوا جاءوا من الخارج، لم يكونوا من الصومال، جاءوا من الخارج. قالوا: جئناك نزورك في الله. فاستغرب الرجل: على أي شيء تزورني؟ قالوا: زرناك في الله، أنت أخ لنا في الله. فاستقبلهم ثم سألهم سؤالا، قال: أنتم زرتوني ولا شك أنكم تريدون مني شيئا، فماذا تريدون؟ قالوا: لا نريد منك إلا أن تزورنا في المسجد كما زرناك في بيتك، تزورنا في بيت الله كما زرناك في بيتك. فقال لهم: أنا ما صليت ولا أتيت إلى هذا المسجد سنوات، وأنا مستعد، ولكن أعطوني فرصة للغد. فلما أتوا في المساء بالليل وأخبروني بالخبر، طرأ في بالي شيء، قلت: هذا الرجل لو دخل إلى المسجد بزيارة هؤلاء الشباب الذين جاءوا من وراء البحار واهتدى، أولا يكون حجة علي؟ أنا جاره، أنا بيني وبينه خطوات، والناس أتوا إليه من وراء القارات أو فكيف يكون أمري؟ قلت: أطلب منكم ألا تدخلوا إلى بيته إلا وأنا معكم. فوافقوا على ذلك، وأتيناه ثاني يوم بعد صلاة العصر، وما زلت أتذكر تلك اللحظة، وقد تهيأ الرجل ولبس لباس
المطوع او الرجل ذات يعني لبس لباس الدين، لبس الثوب ولبس كذا وجعل على راسه قلنسوة واستعد للصلاه، فما راني حتى اعتنقني وبدا يبكي وانا ابكي معه. بدا يبكي يعتذر لي، يقول يا اخي يا شيخ سامحني، كنا نؤذيك بالمعاصي وانا قد تبت الى الله. قلت الذي يطلب السماح من الله ثم منك انا، انا الذي كان من المفروض ان ازورك من قديم الزمان. جاء الى المسجد واستمع الى الدرس واستعد للدعوه الى الله، واخذت من تلك عبره عظيمه، أن الدعوة أيها الإخوة المشاهدون قسمان: الدعوة للراغبين، هذه الدعوة خاص بمن يأتي إلى المسجد، بمن في قلبه الخير، بمن يسمع أن الشيخ الفلاني عنده محاضرة وعنده درس فيأتي إلى المسجد ويستمع. هناك دعوة أخرى وهو لغير الراغبين، وأمتنا أكثرها غير راغبين، هؤلاء يحتاجون إلى من يذهب إليهم ويطرق عليهم الأبواب ويجلس معهم ويستلطفهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. نهاية القصة أن الرجل قد اهتدى وتاب إلى الله وأناب بسبب زيارة تمت، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من عاد مريضاً أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فلنكثر التزاور والتحابب بيننا أيها الإخوة الكرام، والإنسان منوط بالتقصير والإخلال، فلا تعجبن بحالك أيها الصالح يا من هو مستقيم، يا من يأتي إلى المسجد. تأمل وانظر وتفحص إلى جيرانك، فإذا وجدت أحدا من المقصرين لا يأتي إلى المسجد ولا يرغب في دين الله، كن أنت الزائر له باللطف والإحسان والكلام الطيب كما أمرك رب العالمين. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.